صدمة كبيرة في المنطقة والعالم. يأتون خاضعين الأمريكان، يقبلوا أيادي الإيرانيين في سبيل أن يتفاهموا على أسس جديدة وشرق أوسط جديد يرسمه محور المقاومة من دون الصهاينة ومن دون المطبعين. وسنرى الساحة كيف تنقلب على رؤوس هؤلاء، لأنه في الحقيقة الغضب يعني تراكم في قلوب المقاومين. منذ سنوات إيران ومحور المقاومة تحمل الكثير الكثير من جرائمهم اللا إنسانية ضد البشرية بكل أنواعها، اغتيالات، تفجيرات، حصار، تجويع، قتل، اغتصاب، كل شيء عملوا هؤلاء طيب أستاذ أمير، الذين انسلخوا عن بشريتهم وإنسانيتهم. الأمريكان والصهاينة انسلخوا من الإنسانية كليا. فلذا هذه التراكمات الآن محصورة في قلوب المقاومين في المنطقة، ولديهم التجهيزات والإمكانات. التأخير الذي حصل هو للتجهيز وليس من خوف أو شيء طبيعي. محور المقاومة عقلاء، حكماء، لا يتهورون، وإنما جهزوا حالهم لهذه اللحظة. هذا التأخير هو سببه التجهيز والتهيئة. لذا ستحصل الصدمة الكبرى، ويأتي الأمريكي ويتوسل لأن ترتب الأوراق حسب الرؤية، رؤية المقاومة ومحور المقاومة حسب رؤية ولاية الفقيه في المنطقة، طيب ولا كلام ثاني في المنطقة أبدا. سيد، وسنرى قريبا نعم، في برنامج إن شاء الله قريبا. الدعوة أيضا للأخوة الضيوف الآن إن شاء الله سلاما على الجميع. سيد مجاهد الصميداي، السيد أمير الموسوي ردها إليك بما كنت تعتقد به، وأنه إيران لم تخش الرد ولا كانت في مرحلة التهيئة والاستحضار، ويقول أن محور المقاومة وولاية الفقيه هي التي سترسم مستقبل المنطقة. إلى أي مدى تتفاعل مع هذا القول؟ نعم دكتور نجم، يعني باعتقادي كلام السيد الموسوي هو كلام عاطفي أكثر مما هو كلام واقعي. الواقع يقول كلام يتحدى يختلف السيد الكلام. الموسوي، أنا أتمنى أن الذي يقول عنه السيد الموسوي يحدث. أتمنى أن تستطيع إيران بتوجيه رد قوي لإسرائيل وإيقاف إسرائيل عند حدها. إسرائيل كأكبر دولة إرهابية في العالم، هي أكبر دولة إرهابية رسميا، دولة إرهابية في العالم تقوم بقتل الأطفال رسميا وبدعم المجتمع الدولي وبدعم الولايات المتحدة والعالم لقتل الأطفال تحديدا. لم يتم تجريم إسرائيل على أي جريمة قامت بها، وبالمقابل أي عمل يقوم به العرب أو المقاومون يتم تجريمهم واعتبارهم إرهابيين. بالتالي أنا أتمنى أن يكون هناك عمل إيراني ضد إسرائيل، ولكن أنا بعتقد إيران تعرف قدراتها. إيران في 15/4 ضربت 400 صاروخ على إسرائيل، 400 صاروخ، 400 هم كلهم وقعوا فوق العراق حتى ما عبروا الحدود العراقية. فباعتقادي الفرق بالإمكانيات العسكرية كبير جدا، وإيران تعلم هذا الموضوع.